في حاله خروج شريف يا كابتن، هل النادي الاهلي محتاج في ظل الحراس الموجودين وظل القطاع الناشئين المتواجد في الوقت الحالي ان يبقى في حارس مرمى يجي من بره؟ يعني الكلام مثلا على اي حارس مرمى تاني يبقى متواجد، بص ولا ده مستبعد؟ انا شايف المكان مستقر، يعني المكان مش محتاج. اصل انت يعني لو بتفكر تجيب جون هتجيب جون صغير عشان ما انت عندك، ما انت عندك، برافو عليك. طيب هتجيب جون سن معدي ال 30 مثلا عشان معنده خبرات؟ ما انت عندك اتنين كويسين عندهم خبرات، انت عندك الشناوي ما شاء الله جون مصر، وعندك علي لطفي. علي لطفي برضو ده احنا دايما ما بنتكلمش على لطفي كتير، لا ده الاثنين الصغيرين. ده هو شريف كان ده تويتيه بالبروميسنج، بيتكلم على البروميسنج كيبرز بيتكلم على النادي الاهلي، على شريف وعلى على احمد وعلى مصطفى. لما بنتكلم بس عشان ندي الاثنين دول حقهم، مصطفى واحمد، احنا بنتكلم على اثنين عندهم موهبه وعندهم شخصيه مهم قوي يا كابتن فاروق. حتى لما جيك ايوب يتكلم دلوقتي، كابتن ايوب بيتكلم على احمد، قال لك انا عاجبني شخصيته، بتبان الشخصيه، الشخصيه بتبان، الشخصيه اللي متربيه في النادي الاهلي بتختلف. صحيح. والله كنت دايما اقول لشيف اكرامي اتكلم مع احمد، اتكلم مع مصطفى. ليه؟ هو نفس الحاله، ابوه نفس يعني اللي بيتقال على شيف اكرامي ده، اكرامي ده شاف يا جماعه ده احنا اتعامل عليه حملات. ايه ده؟ جباره. صحيح صحيح. احنا عشان نعدي ونكمل لا، ده احنا يعني في شخصيه جباره موجوده. شناوي برضو لما جه في النادي الاهلي وفتره ما لعب ورجع قعد تاني، فبقول الكلام ده لعلي لطفي دلوقتي، بقول له علي النادي الاهلي ده اللي بيلعب في النادي الاهلي اساسي بتتغير عنده حاجات كتير قوي 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 قوي. شناوي ما كان بيروح منتخب مصر يا كابتن فاروق وهو في بتروجيت بيروح رقم كام؟ بيروح رقم 3 وقت يبقى رقم 4، انما في النادي الاهلي مختلف. صح. النادي الاهلي انت بقيت جون مصر دلوقتي، لعب كاس عالم، فانت علي النادي الاهلي عشان تلعب فيه، انت لعبت في انبي 6 سنين، انت عندك ماتشات ما تقلش عن 150 200 مباراه في انبي، وتالقت جدا، تالقت ضد النادي الاهلي وتالقت ضد نادي الزمالك وعملت ماتشات اعجازيه مع مع مع, مع انبي، وكنت بتروح منتخب مصر رقم كام؟ اما تيجي تلعب في النادي الاهلي وتقدم المستوى ده هيبقى الموضوع مختلف تماما. فعايزه صبر، اصبر. ما انت ممكن تطلع بره النادي الاهلي كتير، بس معلش يعني مش هتبقى لعبك في النادي الاهلي مختلف. طيب، وشريف اكرام بعد خلاص خروجه اعتقد الامور بالنسبه له يعني اسهل ان هو يبقى متواجد في حاله مثلا الشناوي منتخب توقف. لا هو انا بتكلم على لطفي، علي لطفي في اللعب. طبعا طب بص يا كابتن فاروق، لا ده انت ممكن الجون ما احنا كنا موجودين طب ما السنه اللي فاتت مثال قريب اهو. لسه السنه اللي فاتت احنا خدنا الدوري، السنه اللي فاتت علي لطفي شارك في ماتشات كتير في الدور في الدوري. شناوي كان فتره كان مصاب الضمه، شريف اكرام عمل عمليه لو انت فاكر، وكان علي لطفي كان موجود، مصطفى شوبير احتياطي. صح. مباراه المصري في حرس في اللي كان في حرس الحدود، كان علي لطفي بيلعب وكان مصطفى شوبير احتياطي، وكان ممكن الجون الرابع يبقى اساسي في لحظه. طيب.